أهلين بفاتن أهلا. حبيبتي، حكيناك يا هيديك الجمعة اللي بدي أقلك يا اليوم هو الخجل والخجل والخجل والخجل. أيمتى بدك تطلعي تفرجينا شو عندك؟ أيمتى طلعتي غنيتي بالبرايم أنت ونومينة؟ مرعوبة مرعوبة، لا ما كنت مرعوبة، خجلانة، مبين ما نحن شايفين، بس قلبي ما كان عم بدق من الجمهور خوفا، لا بس كنت متأسرة. هالأحاسيس الزايدة اللي عندك يلي بدك تضبطيها، لأنه أنت هون اليوم مثلا واقفة بهالثلاث دقايق بدك تغني هالغنية، ما فيك تقعد تمشي كل أحاسيسك متضاربة بزيت التكي وبزيت ويصير صوتك يرجف لأنه عم يتأثر ويروح من ميلي وعينيك مغمضين. أنت عندك كتير أشياء بدنا نشوفها، وفيك تضلك 5 مرات نوميني وترجعي. هلا انا عم بحكيك لا تبكي ولا لا تقوي لنصير لنبقى ونطلع احسن بالبرايم. فاتن ما راح ابكي، لا بس انا عارفه ما راح ارجع. مين قال لك ما راح ترجعي؟ اذا نحن مش عارفين، في تصويت عنا نحن بالبرنامج بنتبعه على البكله. فاتن هيدي البكوي لازم تخلص، اوكي؟ لانه هذا الشيء ما راح يساعدك لصوتك، وانت مثل ما قالت مدام كلوديا هيدا الاسبوع بدنا نشوف احلى شيء عندك، لان نحن بالتمرينات عم نشوفه، بس وقت عم تطلع على المسرح يا عم تتلبكي يا الاحاسيس الزايده مثل ما قالت مدام كلوديا، كل هول الاشياء عم بيعملوا انه كل اللي عم تعمليه بالتمرين بالريهرسل او بالصفوف ما عم تقدري تحطي الافار حتى تطبقيهم، اوكي؟ هيدي التركيز النكزه زياده اللي ناقصك. خليني انا احكي، خليني انا احكي وكل الناس بيتفاجئوا، بس ستار اكاديمي مش بس صوت، بدك تكوني ايجابيه اكثر من كل النواحي، بصوتك بحضورك. هيدا الصوت نحن اليوم حطيناك لومينه لنهزك ونقول لك ليكي انت لازم توصلي ابعد بكثير. ممنوع مثل ما بلشتي باول برايم تبلشي هلا تنزلي، نحن عم نوقف النزول، مشان هيك حطيناك نوميني، عم نوقف الأريار اللي عم تعمليه او على القليله مراوحه مكانك. ما راح ضيف شو قالت، شفتي بعينك اليوم بالصف كيف اصحابك تقدموا، كيف لما فهموا البوزيشن كيف صاروا يطلعوا ينزلوا بكل سهوله، والرنه الصوت صارت تحت وبالنص وفوق هي ذاتها. في مشكله عندك بتشد كثير على صوت الصدر، هيدي شغله خطيره جدا، لانه لما بتشدي على صوتك بتنبحي وهالبحه بتزيد وما بقعد عندك صوت. بدنا ننتبه على هالشغله، لانه بدنا نساعد كمان صوت المستعار تيكمل تتكمل طبقه صوتك. جينا اقول لكم شيء؟ اكيد. انا عن جد ستار اكاديمي بالنسبه لي يعني حلم من وانا صغيره، وانا كثير بحبكم كثير، وان شاء الله اذا الله راد وضليت هون رح اعمل بنصايحكم. انا رح اقول لك بوجهك يلي قلته قد ظهرت امبارح من الايفال. انا قلت لهم حنان مع خصوصيه صوتها ومع وجهها وشكلها مشروع نجمه. وعلى قد ما انا مآمنه بهيدا الشيء، انا اول وحده حطيتك نومينه. بتعرفي ليه؟ لانه اول شيء امبارح غنيتي لنا قليل، وانت ما كنت مغنيه منيح بالبرايم، يعني انا كنت ناطره شيء امبارح تنعود عن البرايم، لانه ما حسستيني بالوجع بالحاله يلي طلبتها مدام كلوديا، ولانه بدي حنان تصير نجمه، فانا بدي اقول لحنان ويك اب وعي قومي اشتغلي على حالك، لانه الشكل ما بكفي طبعاً. انا ما بدي اقوله حنان حلوه، لا صح، بدي اقوله انه صوتها حلو وشكلها حلو وهي مشروع ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ميسي كثير. هلا رح اقلك انا بدي اياك تبطلي خويفه وعتبكي انت، لانك بكيت ولانك خفت هيك صار معك، مزبوط؟ انت بالتمرين شو عملتي؟ عملتي اللي عم تعمليه هلا للناس لانه ما بيعرفوا شو بيصير. بتعرفوا ليه بكيت؟ لان كانت خيفانه تنسى الكلمات. ما نسيت الكلمات بس راح منها صوتها. انت اليوم نوميناتها تقوي اكثر، ممنوع بقى تخافي وتبكي، لانه كل ما بتخافي وبتبكي كل ما بتكوني عم بتعرضي حالك للخطر. يا الله بيرد عليك، الفن للضحك
وللجمال. ثانك يو ايكون. بيلبق لك تكوني ناجحه، بيلبق لك. يلا فرجينا. يلا باي، فرجيكم اكيد.